السلام عليكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي، درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم ما أنواع العتلات؟ صفحة 139. أخذنا في الدرس السابق ما العتلة، نأتي إلى ما أنواع العتلات. صنفت العتلات إلى ثلاثة أنواع، هي العتلة من النوع الأول، يعد هذا النوع من العتلات أكثر شيوعا، وفيها يكون موقع المرتكز بين القوة والمقاومة. تعد لعبة التوازن والميزان ذو الكفتين من الأمثلة على العتلة من النوع الأول. إذا عندنا أنواع، صنفت العتلات إلى ثلاثة أنواع، هي العتلة من النوع الأول، والعتلة من النوع الثاني، والعتلة من النوع الثالث. إذا أنواع العتلات: العتلة من النوع الأول، ويعد هذا النوع من العتلات أكثر شيوعا، إذا أكثر انتشار وأكثر شيوع هو العتلة من النوع الأول، ويعد هذا النوع من العتلات أكثر شيوعا، قلنا وفيها يكون في العتلة من النوع الأول، العتلة من النوع الأول يكون فيها موقع المرتكز، وين موقع المرتكز؟ بين القوة والمقاومة. يكون فيها موقع المرتكز بين القوة والمقاومة. من الأمثلة عليه، من أمثلة من نوع العتل النوع الأول، ومن أمثلة تعد لعبة التوازن، والميزان ذو الكفتين هو من الأمثلة على العتل من النوع الأول. إذا قلنا أنواع العتلات تصنف إلى ثلاثة أنواع: العتلة من النوع الأول، العتلة من النوع الثاني، والعتلة من النوع الثالث. العتلة من النوع الأول، يعد هذه النوع من العتلات هو أكثر شيوعا وانتشارا، وفيها يكون فيها المرتكز بين القوة والمقاومة. يكون المرتكز وين؟ من بين القوة، هو هذا المرتكز يكون بين القوة والمقاومة. إذا من الأمثلة عليها، من العتل النوع الأول، من الأمثلة عليها لعبة التوازن والميزان ذو الكفتين، من الأمثلة على العتلة من النوع الأول. ما موقع المرتكز في العتلة من النوع الأول؟ كنا موقع المرتكز في العتلة من النوع الأول يكون بين المقاومة والقوة، نأتي إلى العتلة من النوع الثاني. العتلة من النوع الثاني يكون موقع المقاومة في هذا النوع بين القوة والمرتكز، مثل عربة حمل الأثقال. هاي العربة مثل عربة حمل الأثقال ذات العجلة الواحدة، إذ يمثل الحمل الموضوع في العربة هو المقاومة، الحمل الموضوع في العربة هو المقاومة، وتمثل قبضة اليد على مقبض العربة هي القوة، وعجلة العربة هاي العجلة يمثل المرتكز. إذا في العتلة من النوع الثاني يكون موقع المقاومة بين من موقع المقاومة بين القوة والمرتكز، يكون موقع المقاومة بين القوة والمرتكز، بينما العتلة من النوع الأول يكون المرتكز بين المقاومة والقوة. أما في العتلة من النوع الثاني يكون العتلة من النوع الثاني موقع المقاومة بين القوة، موقع المقاومة بين القوة والمرتكز. والمثال عليه هي عربة الحمل، تكون الحمل الموضوع في العربة هو المقاومة، واليد تمثل القوة، والعجلة هذا هنا يمثل المرتكز. هاي العتلة من النوع الثاني. هنا أقول لك اذكر أمثلة أخرى من بيئتي على عتلة من النوع الأول، العتلة من النوع الأول والثاني. قلنا العتلة من النوع الأول هي الميزان ذو الكفتين، والعتلة من النوع الثاني هو العربة حمل الأثقال، عربة حمل الأثقال ذات العجلة الواحدة. العتلة من النوع الثالث يكون موقع القوة، بين المقاومة والمرتكز، مثل كابسة الورق، تكون العتلة من النوع الثالث يكون موقع القوة بين من واقع بين المقاومة والمرتكز، مثل إيش؟ مثل كابسة الورق. كابسة الورق تكون اليد هي القوة، هنا واقع بين المرتكز والمقاومة، اليد هي القوة والمرتكز هي الكابسة، والمقاومة هي الأوراق التي تراد تكبس. إذن
يكون القوة تكون واقعة بين المرتكز والمقاومة في العتلة من النوع الثالث. هذا كل ما موجود من درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.